مرحبا طلاب، مساء الخير. إذا كان مساء تشوفون الفيديو صباح الخير، إذا كان بالصبح إذا تشوفون المحاضرة. أتمنى تكونون بخير وأنتم تتابعون محاضرات مادة GSM اللي خاصة بالمادة موبايل كوميونيكيشن بقسم الشبكات نيتورك ديبارتمنت بمعهد كيروف كهلي لعلوم الحاسبات. إحنا المحاضرات الأولى والثانية شرحنا بعض التفاصيل بسيطة عن أو بعض التفاصيل بدائية عن مادة GSM. قلنا بها إنه GSM عبارة عن اختصار الكلمة Global System for Mobile Communication، اللي من خلال هاي المادة راح نتعرف على الجيل الثاني من الجيل اللي يستخدم بالعالم كلها كتقنية يعتمد عليها للاتصالات الهاتفية اللي تصير عن طريق أجهزة الموبايل. احنا نعرف انه بالأواني الأخيرة صارت اتصالات او التلفونات يصير اكثر شيء عن طريق موبايل. ليش؟ لانه جهاز صغير احنا ممكن ناخذه ويانا باي مكان، اذا وتكون موجودة يمنا بأي مكان وبأي زمان، حتى احنا نقدر نتصل لأي شخص بأي مكان حول العالم موجود. نعرف انه قبل كانت الاتصال عن طريق الأنظمة البدالات كانت والتلفونات السلكية، لكن مع تطور التكنولوجيا وتطور الوقت صارت احتمال على الاتصالات اللاسلكية، من الاتصالات عن طريق الأجهزة الموبايل هي أحدث التقنيات اللي موجودة بين الدول العالم. وتعرفنا على تعريف GSM، قلنا stand for global system، هو standard للأنظمة global system، أنظمة العالمية للموبايل communication. التكنولوجيا هو تقنية that most of the world، أغلبية الدول العالم يستخدموها الغرض من سيلفون، يستخدموها الغرض عملية الاتصال. وبنفس الوقت إن أي شبكة من شبكات الاتصالات اللي موجودة بأي مكان بأي دولة، مثلا قلنا بالعراق عندنا آسيا زين كورا، هاي الشبكات لازم يكون بثلاث نقاط رئيسية، ثلاث نقاط أساسية. في حال وجود هاي ثلاث نقاط نقدر نعتمد عليها حتى نسوي عملية الاتصال عن طريق موبايل. أول نقطة كانت coverage، التغطية، لازم كل شبكة احنا نستخدمها يغطي منطقة أكثر منطقة ممكن حتى يوصل إشارة لأكبر عدد من المستخدمين. بعدين عندنا capacity، القدرة انه يتحمل أكثر عدد من الاتصالات يصير في آن واحد أو في وقت واحد. بعدين عندنا quality اللي هي جودة، ممكن تكون التليفونات أو الاتصال بأقل عدد من انقطاع، أو في حال عدم وجود انقطاع بين اتصال راح يكون أفضل. فإحنا بالعراق قلنا عندنا ثلاث أنواع أساسية، ثلاث أنواع شائعة من شبكات الاتصالات، من آسيا زين كورا اللي كان أي واحد من عندهم يتوفر به هاي ثلاث نقاط راح يكون الشبكة الأساسية بالنسبة للمستخدمين بداخل البلد. أما بالنسبة لمحاضرة اليوم راح نتعرف على أهم أجزاء أو أهم أقسام الرئيسية الموجودة في شبكة النتورك GSM أو شبكة GSM أو GSM Network. مثلا عندنا مثال، نسأل إحنا كمعهد، معهد متقسم إلى قسمين، قسم علوم حاسبات وقسم معهد نفط. إذا نجي على علوم حاسبات راح نشوف علوم حاسبات متقسم إلى قسم البرمجة أو البروغرامينج وقسم النتورك. إذا نروح لقسم النفط أو المعهد النفط راح نشوف نفس الشيء متقسم إلى قسمين أو أكثر من قسمين. فكل مؤسسة، إذا نجي نباع على المؤسسة راح نشوف داخل المؤسسة أكو أقسام وشعب. كل عائلة إذا نجي نشوف التري مال العائلة وشجرة العائلة راح نشوف إنه متكون من الأب والأم، بعدين الأطفال، وبعدين الأطفال ممكن يصيرون عوائل أخرى. يعني أكو تري بالموضوع، أكو تقسيمات. تمام، هنا GSM Network إحنا نرجع على الهيكلية الأساسية أو الستركتشر الأساسي لشبكة GSM، راح نشوف إنه متقسم إلى أربع أقسام رئيسية. خلال هاي المحاضرة راح نتطرق على أهم هاي الأجزاء. خلال هاي الصورة راح نفهم
مكونات أو الأقسام الرئيسية لشبكة الجسم. القسم الأول اللي راح يتكون من جهاز موبايل وسيم كارت، يعني بمعنى آخر القسم الأول من شبكة الجسم هي عبارة عن جهاز الموبايل اللي إحنا نستخدمها، إضافة والشريحة أو السيم كارت اللي موجود بداخل موبايلاتنا. إحنا كل واحد بينا نستخدم موبايل، سواء كانت موبايل ذكي أو موبايل اعتيادي. راح نشوف إنه هذه الموبايل راح نشوف انه هاي الموبايل بمكان للشريحة اللي هي شريحة السيم كارد. من خلالها طبعا اذا ما كان موجود السيم كارد بالموبايل احنا ما راح نقدر اساسا نتصل. ليش؟ لان في حال عدم وجود سيم كارد ما راح يكون سيجنال، ما راح يكون اشارة بداخل الجهاز. فقسم الاول موبايل ستيشن او الام اس هي القسم اللي مسؤول عن بدء بعملية الاتصال او استلام اتصال أو إرسال رسالة أو استلام رسالة نصية SMS. قسم الأول يتكون من جهاز موبايل ME وشريحة سيم كارد. طيب بالنسبة للقسم الثاني، إذا نرجع لهاي الصورة راح نشوف إنه قسم الأول كان عبارة عن جهاز الموبايل، أما قسم الثاني هي عبارة عن الأبراج الاتصالات اللي إحنا نروح لأي مكان داخل المدن وداخل الأماكن اللي إحنا متواجدين بها، أو حتى ممكن بأطراف المدينة أو بأطراف المكان أو البلد اللي إحنا نعيش بها. راح نشوف أكو مجموعة من أبراج نسميهم أبراج اتصالات، غالبيا لون تكون أحمر. هاي الأبراج اتصالات وظيفته شنو؟ وظيفته إنه ينشر، تمام، وظيفته انه ينشر بالمكان اللي هو موجود به، وظيفته انه ينشر بالمكان اللي هو موجود به شبكة او اشارة. خلي نوضح هذا الشيء. اذا نباو على هاي البرج راح نشوف انه هذا البرج دي يوزع اشارة لاسلكية، يعني اشارة عبر الهواء على منطقة معينة. البرج الثاني على المنطقة الثانية، البرج الثالث على المنطقة الثالثة. احنا كل واحد هسه انتو اذا موبايلاتكم بيتكم باعوا عليها راح تشوفون بصف اسم الشبكة، مثلا اسيا سيل او كورك او الزين، راح تشوفون بصفها اكو علامة النتورك، اكو علامة الشبكة. هاي العلامة، هاي السيجنال منين واصل للجهاز الموبايل؟ طبعا عن طريق الابراج الاتصالات. زين هذا الشيء لاسلكي، يعني احنا موبايلاتنا مو مربوط عن طريق كيبل، مو مربوط عن طريق او ما نسميها السلكي، اتصالات سلكية، لا، عن طريق وايرلس الشبكة راح توصل لجهاز موبايلنا. فقسم الثاني اللي هو بيس ستيشن سب سيستم، اسمه Base Station Subsystem، وظيفته أنه يوصل إشارة للأجهزة الموبايل، يوصل إشارة إلى مرحلة الأولى أو خلينا نقول قسم الأول. نرجع لهاي الصورة راح نشوف هنا عندنا جهاز موبايل، أجهزة الموبايل أو هذا الجهاز أو مجموعة من أجهزة راح نشوف دي وصل لهم السيجنال عن طريق الأبراج اتصالات. القسم الثاني هو وظيفته اللي ينشر أكبر عدد من الترددات هوائية، ترددات اللي إحنا ما نشوفها لكن ده توصل للأجهزة موبايلاتنا، وإحنا في حال وجودها ممكن نسوي عملية اتصال. في حال عدم وجود الإشارة بجهاز الموبايل راح نشوف إنشاء عملية اتصال أو أداء عملية اتصال راح تكون صعب جدا أو أساسا ما راح تكون متوفرة. فإذا يعني مصادفكم هذا الشيء، مرات واحد من يروح الأماكن بعيد عن المدينة راح يشوف إنه ماكو سيجنال بالموبايل، من ماكو سيجنال بالموبايل راح نشوف إنه ما راح نقدر نسوي اتصال أو نستلم اتصال. فجزء الثاني بيس ستيشن سب سيستم هو المسؤول عن توفير أكبر عدد من الإشارات لأجهزة الموبايل. طيب بالنسبة للمرحلة الثالثة أو النوع الثالث راح يكون عنده وظيفة، ثلاث وظائف رئيسية. مثلا احنا منروح نشتري جهاز موبايل، تمام، احنا منروح بالبداية نشتري جهاز موبايل أو عفوا بالبداية منروح نشتري سيم كارد. كلنا نعرف انه لازم ناخذ مستمسكات رسمية، إضافة إلى انه يكون عندي جهاز موبايل همينة حتى استفاد من السيم كارد وأقدر أسوي بالاتصال. شنو الوظائف؟ النقطة الثالثة اللي اسمها Network and Switching Subsystem. Network and Switching Subsystem وظيفته أول شيء خزن بيانات المستخدمين. أنا عندي سيم كارد،
انتو عندكم سيم كارد بالبيت، اصدقائكم، اهاليكم بالعراق، خارج العراق، او اي مكان كان، نستخدم احد الشرائح او احد السيم كارتات اللي موجوده بكل بلد، مثلا اسيا، كوريا، الصين، او حتى بغير دول اكو انواع اخرى من السيم كارتات. كل واحد بينا بنروح نشتري الرقم. طبعا هذه الرقم يطلبون من عندي اسم الثلاثي، المحل سكن، المستمسكات الحكوميه اللي الرقم راح يتسجل باسم منه، اضافه الى المواليد وتفاصيل اخرى. هاي المعلومات راح يجون يسجلوها داخل قاعده بيانات. هاي الصور اللي تشوفوها مثل كيوب او خلينا نقول دائري شويه، هذا اسمه عباره عن داتابيسات، تمام، عباره عن مجموعه من داتابيس موجود داخل جي اس ام نتورك. اوكي، انا بهاي الصوره طبعها اكثر، مجموعه من داتابيسات داخل جي اس ام نتورك احنا اللي معلوماتنا راح نحفظ بها. هاي اول شيء. ثاني شيء، من احنا نسوي عملية اتصال بين شخصين او مجموعة اشخاص، راح المدة مكالمة الهاتفية راح يتسجل، تمام. اذا تشوفون بالتحقيقات الحكومية او حتى التحقيقات اللي يتطلب انه واحد يعرف الداتا اللي البيانات الشخصية مثلا بين رقمين صار باتصال، راح نشوف يقدرون يوصلون إلها عن طريق الداتابيس اللي موجود بشركة اللي احنا نستخدم سيم كارد مالها. وطبعا هذا الشيء يحتاج موافقات رسمية، مو كل شخص يقدر يوصل هاي البيانات، لكن الداتابيس اللي موجود بالنقطة الثالثة نتورك على سويتشينج سنتر وظيفته انه يحفظ معلوماتنا الأولية، بعدين يحفظ المكالمات الصوتية والرسائل SMS، يعني الرسائل النصية داخل قاعدة بيانات اللي بعدين راح نعرف بالضبط انه هاي قاعدة بيانات شنو اسمها، اضافة الى وقت المكالمة، مدة المكالمة، الشخص اللي او الرقم اللي تم اتصال به، كل هاي التفاصيل راح ينخزن بداخل قاعدة بيانات معينة. هاي وظيفة ثانية للنيتورك اند سويتشينج سب سيستم. طيب القسم الثالث راح يكون عنده وظيفة اخرى همينة، اللي هي وظيفة اتصال بين عمل اتصال بين اقسام الشبكات المختلفة. مثلا اذا نرجع لهاي الصورة راح اشوف عندي جهازين موبايل، تمام. خلينا نفترض انه هاي الجهاز يستخدم شبكة سيم كارد شبكة اسيا، هذه الجهاز يستخدم سيم كارد شبكة كوريا، صار بيناتهم اتصال، الشخص الاول يخابر الشخص الثاني بدون اي مشاكل. ليش؟ لان الجزء الثالث بالقواعد بيانات اللي عندنا، تمام، اكو خاصية دي يسمح للاتصال بين شبكات مختلفة، اتصال بين شبكات المختلفة سواء كانت داخل العراق أو من العراق إلى خارج العراق أو من أي دولة إلى دولة أخرى، راح نشوف عملية الاتصال ما بي أي مشاكل ونقدر نتصل بكل بساطة، تمام، وبدون أي مشاكل. لكن هذا الشيء من يوفر لي، هذا الشيء راح يوفر لي إياها النقطة الثالثة اللي نسميها Network and Switching Subsystem. خلاصة الموضوع، أي واحد يسألكم أو يجيكم سؤال بالامتحان يقول GSM Network can be divided into four main parts. What is the main part of GSM Network؟ ما هي الأقسام الرئيسية لشبكة GSM؟ راح نقول القسم الأول اللي هي Mobile Station اختصاره MS، اللي وظيفته القسم اللي كل واحد بينا متوفر عنده جهاز موبايل وشريحة سيم كارد. ثاني شيء عندنا The Base Station Subsystem BSS. BSS Base Station Subsystem الوظيفة توفير أكبر عدد من السيجنال من الإشارات للأجهزة الموبايل اللي إحنا من نطلع برا داخل المدينة وخارج المدينة راح نشوفه هواي أبراج، تمام، نسميهم أبراج اتصالات وغالبا ما تكون لون أحمر. فهذه الجزء الثاني بيس ستيشن سب سيستم هي مسؤولة عن الأبراج هي اللي نقصد بالأبراج الاتصالات الموجودة. بعدين عندنا The Network and Switching Subsystem NSS، Network and Switching Subsystem NSS اللي وظيفته ثلاث وظائف رئيسية وذكرناها،
منها تخزين معلومات الأولية، بعدين تخزين معلومات اللي خلال عملية الاتصال، بعدين عمل اتصال بين شبكات مختلفة. طبعا إن شاء الله بالمحاضرة الجاية رح نشوف تفاصيلها. آخر نقطة عندنا أو الجزء الرابع اللي اسمه Operation and Support Subsystem. طبعا آخر جزء ما كان موجود بالصور، ليش؟ لأن وظيفته هي الصيانة. أي مشاكل تتواجه بهاي ثلاث نقاط الرئيسية عن طريق Operation and Support Subsystem الـ OSS عن طريق النقطة الرابعة، هاي المشاكل ممكن تنحل. فخلاصة الموضوع فقط اللي تعرفنا على أهم أجزاء الرئيسية الموجودة في شبكة GSM. كم امتحان شلون ممكن يكون يجيكم أو كم امتحان شلون ممكن تكون مطلوب من عندكم؟ أول شيء التعداد، مثلا راح نعدد الأقسام الرئيسية GSM اللي هو موبايل ستيشن، بعدين بيس ستيشن سب سيستم، بعدين نتورك أند سويتشنج سب سيستم، بعدين أوبريشن أند سبورت سب سيستم. هاي أربع نقاط. زين، النوع الثالث الثاني ممكن تكون عن طريق اختصارات MS اللي هي اختصار موبايل ستيشن، BSS، NSS، OSS وهكذا. أتمنى المواضيع تكون واضحة. حاولوا تحفظون الأقسام عن طريق الصور، مثلا قسم الأول هكذا راح تكون شكله حتى يبقى بالكم. قسم الثاني اللي هو دينس على براج، ده أكثر شيء حتى يوصلنا أكبر عدد من إشارة للأجهزة التلفون، نسميها Base Station Subsystem. وبعدين عندنا Database، بعدين عندنا Maintenance أو ما نسميها Operation and Support Subsystem. فحاولوا تحفظوها ويا الصور، ليش؟ حتى تكون أسهل لكم. مثلا هنا عندنا جهاز موبايل ويا برج، هنا عندي جهاز موبايل ويا البرج، هنا عندي جهاز لابتوب ويا ال بي تي اس، أو خلينا نقول ويا البرج. كل برج هنا دي يغطي المنطقة اللي موجود بالدائرة، يعني دي يوصل إشارة للمنطقة اللي داخل هاي الدائرة. نشوف بعدين إنه البرج مرتبط بالقسم الثالث اللي هو بمجموعة أساسية من قواعد بيانات. بعدين طبعاً الطريق آلية العمل اتصال داخل GSM Network، نشوف عملية الاتصال راح يصير بين موبايل الأول ويا موبايل الثاني، بين شخص الأول إلى شخص الثاني. أتمنى المحاضرة تكون واضحة، الفيديو تكون واضح. أي سؤال، أي استفسار، أي تفاصيل بتكون عندكم حاولوا تكتبوها بالتعليقات. في حال عدم فهمكم الموضوع حتى نقدر نشرحها ونبسطها بطرق أسهل. شكرا.